لا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا. ثم لما قدر لي التوجه إلى التدريس في كلية الشريعة في الرياض كان بيتي قريبا من المسجد الذي يكون فيه إمام هو من أئمة المسلمين الشيخ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فكان له درس بين المغرب والعشاء يقرأ تفسير ابن جرير وقرأ تفسير ابن كثير وغيرهما من الكتب، فكنت أجلس في حضرتي وأستمع له، وكان هو شيخا إماما عالما رزينا حصينا لا تخرج منه الكلمة إلا بوزنها وموضعها، ولا تهزه الأباطيل ولا يتحرف عن الحق ما علمه. وهذا قد كتبته، ليس أقوله الآن، كتبته من نحو 20 سنة في ترجمة له نشرت في مجلة الدار التي تصدر في الرياض. فهذا الرجل استفدت من علمه كثيرا وفضله وخلقه، فإنه كان رجلا يمثل أخلاق السلف في مجلسي، وكنت أجلس في مجالسه في بيته في بعض الأحيان فتجد الحاضرين صموتا وهو صامت، ولكنه كما قال القائل إذا سكتوا رأيت لهم جمالا وإن نطقوا سمعت لهم عقولا. هكذا كان يسمع ولا يتكلم إلا كلاما معدودا، ولكنه كلام مشهود مرموق مقدس، لأنه يتكلم بعلم ورزانة. فهذا من شيوخي في هذه الديار رحمهم الله جميعا وجزاهم الله عني خيرا، وأنا أعتز بهذه الفضيلة في هذه الديار المقدسة والتي كتب الله عز وجل لي أن أخدم هذه الجموع التي كرمني الله عز وجل بتدريسها، فإنها من خير الجموع وخير الطلبة، وأسأل الله التوفيق والسداد.